السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، وكالعادة مباشرة بعد نهاية مباراة المغرب أخرج في فيديو لأذيع به برأيي المتواضع والموجز على مباريات منتخبنا الوطني المغربي. اليوم وقبل قليل انتهت المباراة التاريخية التي جمعتنا برسم ثم نهاية كأس العالم 2022 بقطر، التي جمعتنا بمنتخب إسبانيا. ماذا عساي أن أقول عن هذه المباراة؟ بإيجاز وبخلاصة أقول على أن هذا اليوم يوم عيد، هذا اليوم يوم تاريخي بالنسبة لنا كمغاربة وكأفارقة وكعرب. لماذا؟ لأننا تأهلنا إلى ربع نهاية كأس العالم، ولم يسبق لأي منتخب عربي أو إفريقي أن تأهل إلى ربع نهاية كأس العالم. تأهلنا، وتأهلنا على حساب من؟ هذا هو السؤال العريض والمهم. تأهلنا على حساب منتخب إسبانيا، أقصينا منتخب إسبانيا، والذين يعرفون منتخب إسبانيا ويتبعون المنتخب الإسباني منذ الستينات إلى اليوم يعرفون من هو هذا الفريق، يعرفون من هو منتخب إسبانيا، يعرفون ما هي الكرة الإسبانية. انتصرنا على إسبانيا وأقصيناه، وما كنا لنقصيه لولا أن كنا نتوفر على منتخب في المستوى الرفيع، لو لم نكن نتوفر على كرة علمية موضوعية من المستوى العالي. حققنا تأهيلا مهما ولم نكن لنحققه لولا أن كنا نتوفر أولا على منتخب قوي، على طاقم تقني قوي، على طاقم طبي في المستوى الرفيع، على مسؤولين في الجامعة من المستوى الرفيع، على سياسة رياضية حكيمة وخاصة في كرة القدم. رغم المشاكل المعروفة في رياضتنا، فكرة القدم اليوم أبانت على أننا في المسار الصحيح، على أن كرة القدم الحمد لله بالمغرب في بخير وبألف خير. كيف انتصرنا على إسبانيا؟ الانتصار على إسبانيا جاء بالرجولة، جاء بالقتالية، جاء بتوفرنا على طاقم تقني وطاقم رياضي كما قلت، على مسؤولين بالجامعة، وعلى السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وأيضا بمساعدة قطر ومساعدة المسؤولين بقطر، وخاصة الشيخ تميم حفظه الله الذي قدم لنا الكثير من المساعدات وساعدونا لنحقق هذا الانتصار البين وهذا الإنجاز المهم. انتصرنا على إسبانيا بنضج تكتيكي. تتبعتم معي المباراة وتتبعتم مدى الثقة الذي حمله المنتخب الوطني المغربي، ولكن بذكاء تحملنا صعوبة المباراة، ولكن كنا دائما ننتظر المرتدات وننتظر المفاجأة التي نفاجئ بها المنتخب الخصم. على أي وقفنا سدا منيعا أمام المنتخب الإسباني، لم تخلق له فرص تذكر أو فرص مهمة تذكر باستثناء محاولة أو محاولتين، ولكن في 120 دقيقة ليس فقط في 90 دقيقة. على أي المنتخب المغربي لعب بتكتيك مهم، المباراة كانت قتالية، الكل لعب مباراة تاريخية ستنقش في تاريخ الرياضة وفي تاريخ كرة القدم. الحمد لله كل اللاعبين كانوا في المستوى العالي، كل اللاعبين أدوا المهمة المنوطة بهم، وما أعجبني هو الطاقم التقني والتغييرات التي أقدم عليها الركراكي، خاصة لما غير مزراوي بعطية الله، نظرا لأن ويليامز لاعب سريع ولاعب ذكي ولاعب صغير السن، لما دخل خلق مفاجآت وخلق صعوبة على الدفاع المغربي، مما جعله يفطن بسرعة لخطورة هذا اللاعب، فغير مزراوي بعطية الله.
إذا التكتيك كان مهما، انتصرنا تأهلنا. شكرا مرة أخرى للجماهير العربية، شكرا للجماهير الإفريقية، شكرا للمسؤولين بقطر، شكرا لكل من قدم مساعدة قيمة أهلت العرب وأهلت إفريقيا لاحتلال هذا المنصب الهام ولتحقيق هذا الإنجاز الكبير. ودون أن أنسى، وأنا أتحدث عن الفريق الوطني المغربي وعن المباراة، أتوجه أيضا بالشكر الجزيل وأقدر قيمة الأخ جواد بادة. الأخ جواد بادة كان دائما رائعا وفي المستوى المطلوب، كان يحمسنا ويوجهنا ويعلق عن المباراة بنضج مستوى علمي رفيع. شكرا لجواد بادة، شكرا للجميع. الحمد لله تأهلنا وحققنا نتيجة مهمة بفضل الطاقم التقني والطاقم الطبي، ولما أذكر الطاقم الطبي أشير على أن كل من حكيمي ولا المزراوي ولا أناحي ولا المرابط ولاعبين آخرين كانوا يعانون من الإصابة، والحمد لله بفضل كفاءة الطاقم الطبي تمكننا منه، والحمد لله من تجاوز كل الإصابات التي أصيب بها كل من المزراوي وحكيمي والمرابط وكذلك أناحي وآخرون. إذا الكل لعب بقتالية، الكل أدى الدور دياله، الكل أفرح وأسعد المغاربة والعرب والأفارقة، واليوم يحق لنا أن نقول هذا الانتصار، هذا الانتصار بيين، هذا الانتصار في المستوى المطلوب. هذا اليوم يوم عيد، ونتمنى إن شاء الله أن نتجاوز الدور الموالي، دور الربع، لننتقل إلى النصف، وهذا ليس ببعيد عن المغاربة. أصبحت لنا ثقة كبيرة في الفريق الوطني المغربي، وإلى فرصة أخرى بحول الله.